اتنين شباب في الجامعة نذر ونذر بعد ما نتخرج ونشتغل كل واحد ياخد ابوه وياخده يروح يحج بيه. خلاص توعدوا على تخرجوا اشتغلوا. جاء موسم الحج فالاول اخذ ابوه يحمله على كتفيه ويطوف به. تمام. راى صاحبه بدون ابيه. قال له فين عمي فين ابوك؟ قال له والله خيرته ابويا تحج ولا تتزوج. قال والله يا ابني اتزوج. فالاب اللي متشال من فوق نزلني نزلني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت فين وبر الوالدين فين؟